السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أبنائي طلبة الصف الثاني لمجمع التكنولوجي المتكامل ليفل 3، النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة الثانية خاصة بمادة الميجرمنت أند تيستينج. هنكمل الجزء الثاني بتاع الأوتكم الأولاني، وهنتكلم عن الفيتشرز أوف إكويبمنت، الخصائص أو المواصفات أو المميزات الخاصة بعملية القياس، وهنتكلم على بعض النقط الهامة. أول حاجة هنتكلم عنها هنتكلم على الـ Display and Display Technology. أول حاجة هنتكلم عنها الكاسود راي تيوب ديسبلاي، الشاشة اللي هي الكاسود راي تيوب. الشاشة ديت ليها مواصفات معينة أو مصنوعة بطريقة معينة بحيث إنها تقدر تعرض لي المعلومة على الإيه؟ على الشاشة. زي ما احنا شايفين عندنا حاجة اسمها كنترول جريد والهيترز، وحوالين الهيترز ده كاسود. اول ما بيبدأ عملية التسخين بيبدأ مدفع من الالكترونز، بتخرج الالكترونز. الالكترونز ديت بعمل لها ايه؟ بعمل لها عن طريق حاجة اسمها الفوكسنج كويل. بيحصل ايه؟ بيحصل وعن طريق حاجه اسمها الديفليكتنج كويلز، بيحصل ان الالكترودز بيحصل لها انحرافات معينه وبتسقط على الشاشه الايه الفلورسنت. لما بتسقط على الشاشه الفلورسنت بيحصل ايه؟ بيحصل اضاءه او وميض. الوميض ده هو اللي بيوريني شكل الايه، شكل المعلومه اللي انا عاوز ايه اشوفها على الشاشه. طبعا من امثله الكلام ده عندنا اللي هو الاسلسكوب، اللي هو الكاسود راي تيوب اسلسكوب، بيبقى بالشكل ده، وطبعا كلنا شفناه او عارفينه في الايه في المعمل. وفي النوع الثاني اللي هو برضو كاسود راي تيوب اسلسكوب، دي انواع تانية ولكن موديلات مختلفة بهذا الايه بهذا الشكل. تاني حاجة عندنا اللي هي الليكويد كريستال تيوب. الليكويد كريستال تيوب ببساطة عبارة عن مصفوفة أفقية من الفلورسنت تيوب. اللمبة دي بتبقى رفيعة جدا، بتقدر هي اللي بتعمل لي الوميض. الوميض ده هو اللي بينور لي البكسل بتاع الشاشة. يعني أنا لو جيت بصيت على الشاشة هلاقي الألوان معتمة مش ظاهرة خالص. إيه اللي بيظهر لي الألوان؟ اللي بتظهر لي الالوان هي الايه، الضوء اللي جاي من الخلف. الضوء ده بيجي عن طريق حاجتين، في نوعين من ال LCD، في الايدج الاضاءه بتيجي من الجناب، وفي الاضاءه الايه الخلفيه اللي بتبقى عباره عن انبوب رفيع جدا. الانبوب ده هو اللي بيقدر يطلع لي الايه شكل الايه شكل اللون بتاعي او الصوره بتاعتي عن طريق الايه الاضاءه ايه اللي جايه او اللي ناتجه من الخلف. من الأمثلة ده عندنا مثال اهوت للاسلسكوب اللي شغال بالايه بالال سي دي، وفي النوع المشهور جدا اللي احنا بنستخدمه مع الايه مع الاردوينو اللي هو الايه ال سي دي مونيتور. في انواع تانية، النوع الثالث اللي هو اللايت ايميتنج دايود ديسبلاي. اللايت ايميتنج دايود ديسبلاي ده بيستخدم الإضاءة عن طريق الليدات. الليدات هي اللي بتعمل لي الإضاءة، وبالتالي بقدر أشوف شكل الصورة وأقدر أشوف شكل الإيه شكل الألوان. وطبعا عندنا الشاشة العادية خالص اللي هي عبارة عن باغة من الإزاز وحواليها تدريج، والتدريج ده هو اللي بي إيه هو اللي بيتحرك. ديت شاشة عادية خالص، متستخدمش أي تقنية غير معدل الانحراف الداخلي للإيه للمؤشر، وده بيتم بطريقة معينة هناخدها ايه بعدين ان شاء الله. نخش بعد كده على الانبوت والاوتبوت كونكتورز، المداخل والمخارج للاجهزة. لو هنتكلم عنها كده باختصار، لو جينا عندنا شفنا هنا دي مجموعة من المداخل والمخارج. لو جينا بصينا هنلاقي مثلا عندنا البارل دي بي 25 اللي هو بيستخدم الاي تريبل اي 1284، ده بستخدمه مع الايه مع البرنترات. وعندنا السيريال الار اس 232، وعندنا كارت، وعندنا الفيجا المدخل بتاع الفيجا اللي بستخدمه مع ايه
كروت الشاشة والار جي 45، وعندنا المداخل اليو اس بي والسبيكر اوت ومدخل الاي سي باور ومدخل الايه المايك. دي كلها مداخل او كونكتورز بستخدمها علشان اقدر ان انا ادخل دخل للجهاز اللي موجود عندي. من اشهر الكونكتورز اللي موجوده اللي هو البي ان سي كونكتورز، ده اللي مستخدم بكثره في الاسلسكوب. ده عباره عن كابل كوأكسيال وعباره عن وصله. الوصله ديت بايه بتلف في اتجاه عقارب الساعه عشان تربط على الايه الكونكتورز اللي موجود على الايه على الاسلسكوب، وبالتالي بقدر اوصل تيست بروب عباره عن سلك عادي بوصله وبقدر اجيب ايه شكل الايه الاشاره. طبعا احنا نستخدم البروبات مباشره، نستخدم البروب مباشرة في القياس، وطبعا البروب هنشرحه بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. ضمن الكونكشنز برضو المشهورة اللي هو الديجيتال مالتي ميتر جاكس. ده عبارة عن ايه جاك عادي خالص بيتوصل بيه سلك، متوصل بالسلك ده ايه رود او قضيب من المادة ايه موصلة، وبقدر اعمل احس بيه بالاشارة. بس السلك ده ليه مواصفات معينة، يعني يقدر يستحمل تيار معين، يقدر يستحمل جهد معين. ما بجيبش اي سلك، لا سلك يقدر يستحمل تيار معين وجهد معين عشان ما يسحش منه وانا ايه وانا شغال، وخاصة لو كنت شغال في جهد عالي. نخش بعد كده على حاجة اسمها المانوال اند اوتوماتيك رينج سيلكشن. احنا عارفين ان في بعض او في معظم أجهزة القياس، في أجهزة قياس بتبقى لها تدريج، تمام، وأقدر أختار التدريج المعين عشان أقدر أقيس. زي ما شفنا مثلا في زي ما هنشوف الأفو، الأفو عندي تدريج، تدريج للجهد، تدريج للتيار، تدريج للإيه للمقاومة وهكذا. لو جبت عند تدريج معين مثلا عايز أقيس قيمة مقاومة قيمتها 100 كيلو مثلا أو 10 كيلو، وجبت عند التدريج اللي هو كام 1 كيلو وجيت أقيس، مش هيديني قراية. ليه؟ لان الرينج اللي انا شغال عليه قليل، فهضطر اعلى بالرينج اوصل مثلا لغايه 20 كيلو عشان يديني ايه قرايه. في بقى اجهزه تانية اسمها اوتو رينج. الاوتو رينج ده هو بيظبط الرينج بتاعه مباشره، مجرد ان انا بقيس فهو بيظبط الرينج بتاعه وبيديني القرايه ايه بتاعتي. دي صوره برضو فيها كل الكونكتورز اللي ممكن تلاقيها على اي جهاز، سواء هتستخدمه في القياس او هتستخدمه في الحياة العامة. أرجو إن أنتوا تبصوا عليها برضو وتقروا أنواع الكونكشنز اللي موجودة دي كلها وتبحثوا عنها. في مصطلح لازم نبقى عارفينه برضو، الاكسترنال باس انترفيس. الانترفيس ده بيبقى خارجي، بقدر إن أنا من خلاله أقدر إن أنا أعمل عملية إيه عملية اتصال. A bus is a communication system that transfer data between component inside a computer. الباص ده عبارة عن مسار، المسار ده هو اللي بيعمل لي اتصال ما بين العناصر اللي موجودة داخل الايه الكمبيوتر. ان اكزامبل، مثال على ذلك زي ما احنا شايفين في الصورة دي كده، از باص ذات كونكت يور سي بي يو اللي هو وحدة المعالجة المركزية تو يو انترنال ميموري اتس انسايد ذا ماذر بورد نيدز تو بي ايه فيري فاست. ومن خلال موضوع الباسز ديت او التقنية ديت قدرنا ان احنا نوصل لسرعات عالية في نقل الايه في نقل البيانات، وقدرنا ان احنا نوصل لليفل عالي قوي من الاجيال المختلفه للايه للبروسيسورز، ونقدر نتعامل الكمبيوتر بدا يعمل عمليات حسابيه كتيره جدا في وقت قليل من خلال التقنيه دي. طبعا ده مع الناتج مع زياده عدد البروسيسورز، عدد الترانسفورمرز، عدد الترانزستورز في السي بي يو او في البروسيسورز اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الجيل التاسع والخاص بشركه انتل. بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق استخدام بروتوكولز. بروتوكولز از ا سيت اوف رولز، مجموعه من القواعد اند بروسيدرز والخطوات او الستبس فور ترانسميتنج داتا، عشان تنقل الايه الداتا دي. زي ايه؟ زي التي سي بي وزي الاس ام تي بي. التي سي بي والاس ام تي بي ديت بروتوكولز، قواعد متعارف عليها دوليا بتستخدم في نقل الايه في نقل الايه البيانات.
هتكلم عنها النهارده اللي هي الاتينويترز. الاتينويترز هي عباره عن عنصر الكتروني او عكس شغله، عكس الامبليفاير. الاتينويتر از ان الكترونيك ديفايس ذات ريديوسز، ده بيقلل الباور، ريديوسز ذا باور اوف سيجنال وذاوت ابريكابلي ديستورتنج اتس ويف. يعني ايه؟ بيقلل الباور بس ما بيعملش تشويه في الايه، في الاشاره. ان اتينويتر از افكتيفلي ذا اوبوزيت اوف ان امبليفاير، هو عكس بيشتغل عكس مين؟ عكس الامبليفاير، المكبرات. ثو the two works by different methods while an amplifier provides a gain and attenuator provide a loss or gain less than one. الامبليفاير بيستخدم ان انا بقدر مثلا لو مدخل خمسة وعندي الجين بتاعي اتنين، فبضرب خمسة في اتنين فبيطلع لي الخارج كام؟ عشرة. يبقى انا دخلت خمسة طلعت ايه؟ عشرة. دي الامبليفاير يا اما الجين بتاعه يكون بيساوي واحد يا اما اكبر من ايه؟ من واحد. طيب لو في حالة بقى بيكون الجين أقل من واحد، يعني أنا مدخل 10 وطلع 5، في الحالة ديت أنا إيه؟ بستخدم الأتينويتر. طبعا الأتينويتر ده بيبقى ليه توصيلات مختلفة، منها توصيلة الباي زي ما احنا شايفين كده، عبارة عن باسيف كومبوننت متوصلة مع بعضها، في توصيلات مختلفة زي ما احنا شايفين في الشكل، وفي توصيلة زي التوصيلات اللي هي الإيه؟ التي. كده نكون خلصنا الجزء الثاني في الاوت كام الاولاني، فاضل لنا جزء وكده خلصنا الاوت كام الاولاني. شكرا، واتمنى لكم صحة وسعادة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.